نستكمل كلامنا في قدسية العهد القديم. قلنا من الجانب السلبي اللي ما يهاجم بقى به العهد القديم، كنا شفنا انه ما نقدرش ننكر ان في دروس سامية بنتعلمها في العهد القديم، يمكن ما بنلاقيش قصص مماثلة ليها على ذات القوة في العهد الجديد. شفنا انه كان بيتقال ان العهد القديم بنشوف فيه غضب، فيما نرى رحمة في العهد الجديد. شفنا مواقف رحمة كثيرة في العهد القديم، مواقف غضب في العهد الجديد، لأنه هو الله واحد في صفاته. آخر حاجة اتكلمنا فيها إنه هل الله عنصري؟ عنصري يعني بيميز جنس عن الآخرين، فهل هو تعامل مع اليهود دون أن يتعامل مع الأمم؟ شفنا لا، ربنا لم يتجاهل الأمم. أيضا عنصري، هل كان بيحابل إسرائيل؟ شفنا لا، لأنه ذات السياسة بتاعت الله أو القانون الإلهي اللي ربنا بيحاسب به إسرائيل، هو ذاته القانون اللي كان بيحاسب به الأمة. من القضايا أيضا اللي بتثار حوالين العهد القديم من جهة التشكيك فيه هي الحروب اللي موجودة في العهد القديم. أولا قبل ما نتكلم عن الحروب نحط في ذهننا نقطتين. هل الحروب دي كانت لنشر الدين؟ بمعنى هل ربنا كان بيقول لإسرائيل روحوا اللي يؤمن اللي ما بيؤمنش بيهوى موتوه، اللي تعرضوا عليه الإيمان بيهوى لو قبل الإيمان تستحيوه؟ لا، فهي ملهاش علاقة بالدعوة للإيمان بيهوى، وأيضا ملهاش علاقة أن كل اللي بيعبدوا الأصنام موتوهم، بدليل أنه هنشوف دلوقتي إسرائيل ساب شعوب كتيرة كانت بتعبد الأصنام وربنا قال لهم لا ما تحاربهمش. فهي ليست حروب لنشر الدين. نمرة اتنين، هل هي حروب استعمارية لإنشاء إمبراطورية؟ عايز الشعب يحارب ويمتد، الإمبراطورية توسع وتنتشر؟ لا، لأنه شفنا مدن كثيرة أو شعوب كثيرة إن ربنا نهى إسرائيل إنه يحاربها. لا تعادي مؤاب، ما تعاديش بني سعير، الخمس مدن اللي أنا اديتها للفلسطينيين ما تجيش جنبها. يبقى ما كانتش حروب استعمارية لإنشاء مملكة مترامية الأطراف. طيب إزاي نفهم بقى الحروب بتاعة العهد القديم؟ أولا ربنا حط قانون أخلاقي زي ما أشرنا ليه داخل الأمم والجنس البشري بوجه عام. معلمنا بولس الرسول في روما 2 يقول لأن الأمم الذين ليس عندهم الناموس اللي هو ناموس موسى، ما تفعلوا بالطبيعة، ما هو في الناموس اللي هو مكتوب عند موسى وهم بيعملوا بالطبيعة، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس اللي هو بتاع موسى بل هم ناموس لأنفسهم. يبقى في ناموس داخلي، ناموس أخلاقي ربنا حطه داخل الإنسان. التدليل على هذا الناموس الأخلاقي نمرة واحد، قايين لما قتل هابيل إيه اللي خلاه ينزعج ويضطرب وتائه وهارب أكون في الأرض؟ لأنه في قانون جواه، في ناموس، في ضمير جواه بيقول له إن اللي أنت عملته ده غلط، رغم إنه ما كانش في ناموس مكتوب، فده ناموس أخلاقي ربنا وضعه في الإنسان. يوسف كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخته ولده؟ ده قبل لا تزني، لكن دي محطوطة في دي محطوطة في الناموس الطبيعي اللي ربنا كتبه قبل ما يكتبه على حجارة. هو مكتوب فين؟ في قلوب البشر. المثل الرائع خالص، أبونا إبراهيم لما إدى السارة لأبي مالك، أبي مالك ده ملك الفلسطينيين، قال لها أقول إنك أختي، فالرجل راح متجوزها، فربنا زعل وقال له رد امرأة الرجل. تكوين 20 أبي مالك ينادي أبونا إبراهيم يقول له إيه؟ ماذا فعلت بنا وبماذا أخطأت إليك؟ يعني أنا غلطت في حقك في إيه؟ حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة. كنت هجيب مصيبة للمملكة. إيه؟ إن ست متجوزة راجل ويتجوزها راجل تاني. طب وإيه دي؟ طب يعني منين أبي مالك عرف إنه دي حاجة غلط؟ يقول له أعمالا لا تعمل،
عملت بيدي دي حاجة ما بتحصلش. كل دوت يدلل ان في ناموس طبيعي ربنا كتبه في قلوب البشر. طيب هذا القانون الأخلاقي ان لم يكن له عقاب فهو بلا جدوى. حط قانون وما بتعجبش اللي يكسره ملوش لازمة القانون. لذلك لا يمكن الإنسان يعبد إله لا يقتص من الشر. إله سايب الأشرار يعملوا اللي عايزين يعملوه بلا محاسبة. طب تعبده إيه؟ ده بيبقى تملي رجل مسكين. إيه؟ إن الله يتدخل، إن الله سيحكم، هو ده الرجل بتاعه. فإزاي يكون إله لا يدين لا يحكم ما يحطش حد للشر؟ فلذلك عمل الطوفان. والعجيبة اللي بيهاجموا العهد القديم البعض اللي هم يعني بيهاجموا، هو أصلا عنده في تعليمه في إيمانه أنه في طوفان. هو يجي بقى على العهد الجديد، يعني يجي في على العهد القديم يقول لك إيه، هنشوف دلوقتي موضوع الحروب. طب دي الحروب دي كانت على رقعة معينة وهنشوف دلوقتي ظروفه. طب ما أنت بتؤمن أن ربنا عاقب الجنس البشري كله بطوفان، اللي بيؤمنوا بطوفان يعني مش معنى دي قابلها ومش قابل ان يتم عقاب على مستوى صغير شوية. طبعا فيها علامة استفهام. سدوم حبايبي في تكوين 19 لما الملاكين راحوا عند لوط يقول لك التف حوالين لوط المدينة من الكبير الى الصغير. تخيلوا يعني تخيلوا الوحاشة منتشرة بين الكبار والصغيرين، كلهم اتلموا حوالين بيت لوط عايزين الرجلين. ايه الشر اللي وصلت له سدوم ده؟ طب بالنسبه لشعوب كنعان ما كانتش يعني اسعد حاله. بصوا اكبر اربع خطايا كانت تمارسها شعوب الكنعانيه. نمره واحد الزنا، زنا تحت كل شجره، سفر التثنيه 12 الايه 2 و4. ربنا بيحذر إسرائيل قال له تروح تبيد الأماكن دي، كانوا بيزنوا تحت كل شجرة خضراء كان تمارس الوحشة بتاعت الزنا. نمرة اتنين كانوا يقدموا الأطفال لمولك إله الكنعانيين تمثال، ولعوا فيه النار زي ما احنا عارفين ويرموا العيال والطبول تدق عشان ما يسمعوا صراخ الأطفال. ربنا حذر إسرائيل قال له ما تعملش زيهم، تثنية 12:31 ولاوين 20:4 لقطعت من زرعك لمولك. هذه نمرة اتنين. نمرة ثلاثة كان يمارسوا زنا المحارم، لاوين 18 لما ربنا بيقول لا تكشف عورة أبيك ولا كما كان الشعوب دي بتعمل. يعني كل الخطايا الجسدية مش طبيعية ديت كانت بتمارس في كنعان. لا ده اللي اكتر من كده كان يضاجعوا البهائم، وربنا قال له في لاوين 20:15 ما تعملش زي الامم اللي انا طاردهم امامك، انسان يضطجع مع بهيمه. عايزكم تخيلوا بقى شعوب بالمنظر دوت، شعوب بالمنظر دوت، وربنا يعاقب. طبعا من حقه ان يعاقب، مش هو الخالق، من حقه يعاقب، من حقه يختار وقت العقاب، من حقه يختار طريقه العقاب. طبعا حط قانون ولازم يقتص لمن يكسر هذا القانون. فما يجيش بقى واحد يعني شوف مجرم بيتعدل بتعيط القسوة، قسوة ايه يا عم ما تشوف اللي عمله، انت باصص للمشهد ده ومش شايف الوحشات اللي هو عملها. لما يجي دكتور عايز يبتر جزء من جسم انسان ايه القسوة دي؟ قسوة ايه ده انا ما حافظ عليه ده هيموت. فيجب ان تكون في موضوعية للنظر للأمر. إله هو له حق يسترد الحياة وقتما يريد كيفما يريد، واضع قانون أخلاقي داخل الإنسان والإنسان تجاوز هذا القانون فيجب أن يحط حدود للشر. غير كل ده وده ده ربنا يعني أطال أناته. ربنا لما قال لإسرائيل بيد الشعوب دي ليه؟ إسرائيل
لسه غلام في الروحيات، لما هيعاشر الشعوب الوثنية ديت هيتعلم منها، لسه صغير. لما عاشوا وسط المصريين جابوا منين عبادة العجل؟ ما كانوا شايفينها في مصر، فلازقة في مخهم. وأيام سليمان، سليمان الملك لما يعني تزوج من نساء أمميات عبد الأصنام بتاعته. بلاش دوت ود، انتوا بتاخدوا بالكوا ان التمثال اللي عمله نبوخذ نصر في بابل في ثلاثة بس ما سجلوش، ده معنى كده ان كل اليهود ايه؟ سجدوا. ايه وسط الامم مش قادرين، بنعمل زي الامم. فلذلك لما ربنا قال لهم تقتصوا من الشعوب دي، عشان انت مش هتعرف تعيش وسط الاشرار دول وما تتأثرش بيهم. عشان كده قال لهم في خروج 23:12 لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا، لان طبعا كان اللي بيعمل عهد بيعمل عهد باسم إله، لا يسكنوا في ارضك لئلا يجعلوك تخطئ الي. هذه الفكره ان ربنا عايز يسكن شعبه لوحده. تثنية 20:18 لكي لا يعلموك ان تعملوا حسب جميع ارجاسهم التي عملوها لآلهتهم. فلذلك ربنا علشان يحافظ على شعبه قال له لا تدخل تموت الشعوب دي. يبقى كإله حط قانون من حقه يحاسب. نمرة 2 هو بيحاسب لأن عارف أنه شعبه إسرائيل لما يمتزج بالأمم دول هيعلموه الأصنام. نمرة 3 طول أناق الله في تنفيذ الحكم. لما ظهر لأبونا إبراهيم تكوين 18 قال له ايه؟ قال له ان ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا، فشعبك هيكون في ارض غريبه يستعبدونك ظلونهم 400 سنه. ليه؟ الى ان يكمل مكيال اثمه. انا هطول بالي عليه، وطول ربنا باله عليهم 400 سنه والحال لأسوأ. كون ان الله يدخل ويحط حد للشر، ما يجيش حد يقول ربنا ليه بيعمل كده. هنتكلم دلوقتي مش معنى اسرائيل او يعني استخدام الاداه ديت. النمره اللي بعد كده لما نيجي ننظر للحروب ديت، لما نفسر اي حدث نفسره في ضوء القرينه بتاعته، يعني نشوف العصر، نشوف الثقافه، نشوف الفكر، نشوف السائد. لكن ما ينفعش حاجه حصلت النهارده بقى لها 3000 وشويه سنه، حروب يشوع مثلا في كنعان، واجي احكم عليها بقوانين النهارده باي منطق ده؟ لا، انظر للحروب ديت ايه الثقافه اللي كانت في الوقت ده، ايه الفكر اللي كان في الوقت دوت. لما تروح للفكر اللي كان في الوقت دوت، سمه اباده مدن في الحروب دي كانت سمه معروفه في العصر دوت. والدليل على كده فرعون مصر سفر الملوك الاول صح 9:16 دخل وحرق جزار، حرق المدينة كلها. ده أمر كان متبع في الحروب في الوقت دوت. لما يشوع دخل حرق أريحة، هذه كانت سمة الحروب في الوقت دوت. إسرائيل نفسه لما حارب بعضيه كانوا بيبيدوا بعض. لما في سفر القضاة 20 حربوا سبط بنيامين، جابوا منين الفكر ده؟ ما تبقاش غير 600 راجل. ما هو ده كان الفكر اللي سائد، لما تكون حرب تموت كله. نمرة تاني في لما نظر للحروب بتاعة كنعان، ان سفر يشوع لساحة 9 الشعوب دي تحالفت معا ضد اسرائيل. يشوع 9 عملوا تحالف، فاسرائيل بيدافع عن نفسه، حرب بين شعبين. ايضا في ثقافه العصر لما نيجي ننظر للحروب ديت، كان في فكر سائد ان الاله القوي هو الاله اللي يخلي شعبه يغلب، ولو شعب غلب شعب يبقى اله هذا الشعب هو الاله الحقيقي دون اله الشعب الثاني. والدليل على كده سفر صموئيل، سفر صموئيل الاصح، صموئيل الاول الاصح 5
لما الفلسطينيين غلبوا إسرائيل أخذوا تابوت العهد، الفلسطينيين بيعبدوا داجون، فراحوا جايبين، هم متصورين إن التابوت ده هو إله العبراني، فراحوا جايبين داجون حطوه يعني كأنه أسير قدام مين؟ التابوت قدام داجون، يعني عايزين يقولوا داجون أنت إيه؟ آدي العدو المجد لإسم الله، يعني آدي اللي أنت غلبته، راح ربنا كفلهم داجون على وشه. فده الفكر. فربنا لما بيخلي شعبه ينتصر عشان يعرف الشعوب ديت ان انا الاله الحقيقي مش الالهه بتاعتكم. فدي كانت الثقافه. وربنا لما بيعامل الانسان بيعامله بالفكر اللي عنده. المجوس بيفهموا بالنجوم نكلمهم بالنجوم، بالعام بيفهم لما البهايم ترد عليه نخلي البهيمه ترد عليه. انت لما تركز بالعام يعني هو ماشي والحمارة بتتكلم هو بيرد عليه، يعني مفيش أي وجه للاستغراب. ما عادي ده بالنسبة لهم تعرض على كده، فمعجة مش غريبة، فبيتكلموا وبيرد، فربنا بيكلموا بالطريقة اللي هو بيفهمها. لما النوتية عملوا قرعة هم بيفهموا بالقرعة، نكلمكم بالقرعة. فالشعوب في ذلك الحين بتفهم إيه؟ إنه الإله القوي هو اللي يغلب، فخلاص نخلي إله العبرانيين هو اللي يغلب. ومع هذا بصوا بقى المبادئ اللي كان الله بيحطها حتى في حروب كنعان. ما حروب كنعان دي شكل خاص وهنشوف بقية الحروب، بس حتى في حروب كنعان بصوا ثلاث مبادئ إلهية عجيبة خالص. سفر التثنية الإصحاح 20 الآية 10، حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح. قبلوا يبقوا عبيد عندكم، ما قبلوش ادخل موته. دين مراح مش 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 استدعيها للإيمان بيهوى، ولو قبلت يهوى تعفي عنها، لا استدعيها للصالح تف. طيب موقف تاني كمبدأ إليه، الستات اللي بيتاخدوا في الحرب غنائم، لا بص ربنا حبايبي تثنية 21 الآية 11 و13 قال له في الحرب رأيت في السبي امرأة جميلة وعايز تاخذها لنفسك زوج اخطف وجري، لا تبكي اباها وامها شهرا من الزمان، سيبها تقعد في بيت ابوها وامها تودعها شهر وبعد كده تدخل عليها، مش اخطفوا. طبعا فرق كبير، فرق كبير. النمره اللي بعد كده برضو في النظر للحروب دي، إن فكرة التحريم إيه؟ أنا لما أدخل أحارب بلد أغلبها أخد الغنائم ليه؟ ليه؟ لأن أنا اللي غلبت. طيب ربنا عايز يفهم إسرائيل إن النصرة مين مصدرها؟ مين منبعها؟ مين أساسها؟ أنا ربنا، فأنت ما تاخدش غنائم دي تديها أنا، مش أنا اللي غلبت؟ فتحرق المدينة إيه؟ بتاعتي. لذلك لما عخان خد حتى زعل ربنا فيه، قال له لا ما انت كده معناها بتقول ان انت اللي غلبت، انا اللي غلبت. فالفضل منسوب لله، فالمدينه تحرم لله. ده كان فكره ايضا في الحروب دي. طيب هل هذه الحروب كانت اباده عرقيه؟ لا 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 خالص. ربنا في سفر الخروج 23 الايه 30 قليلا قليلا اطردهم من امامك، مش هتدخل تبيدهم عن بكر ابيهم وحنفني جنس اباده، لا أطردهم قليلا قليلا. طيب سفر يشوع الإصحاح 15 الآية 13 اليبوسيين أيام يشوع كانوا موجودين في الأرض وظلوا موجودين لغاية أيام مين؟ أيام داود لما دخل الحصن. يبقى إسرائيل ما أبدش عرق اليبوسيين، لا دول كانوا موجودين. يشوع 16 يقول لم يطردوا الكنعانيين فسكنوا الكنعانيين وسط أفرايم إلى هذا اليوم. لما دخلوا ربنا قال لهم كلمة بقى بيدو، ربنا عايزهم إن هي نصرة كاملة على الشعوب دي، لكن مش أبدوهم بمعنى إن هم يعني زي ما بقول لكم إبادة عرقية لجنس، لا كانوا ظلوا موجودين. سفر القضاء الإصحاح الأولاني خمس أصباط يقول دخلوا وبأشير ويهوذا، مش فاكر يهوذا أشير اللي أنا فاكره عشان بس يبقى الكلام دقيق، دخلوا
وسابوا شعوب الارض ساكنه في وسطهم، حطوهم تحت الجزر رغم ان ربنا كان قال لهم بيد، مش ابادوا يعني انهوا العرق ده. دي برضو نقطه مهمه في الحروب دي. العمالقه، سفر صموئيل الاول 15، العمالقه كانوا موجودين ايام شاول الملك، ولما ربنا قال له يروح اباد عماليق. ومع هذا سفر صموئيل الاول صح 30، عمليقي هو اللي جاب خبر موت شاول، يبقى العمليق ما أبدهمش يعني، خلاص أفنوا العمليق. لا، هم هزموهم هزيمة صاحقة. أدي تعبير كلمة الإبادة دي. أيضا ملحوظة أخرى لما نيجي ننظر لحروب كنعان، زي ما قال أغسطينوس كلمة: من لا يفهم التدبير لا يفهم الكتاب. إحنا قلنا إنه ربنا خدنا القصة، ربنا عمل تدبير على مدار عصور كثير. الحقبة بتاعت دخول كنعان هي حقبة تندرج تحت الحكم الثيوقراطي، الله هو الحاكم، مفيش ملك على الأرض، ربنا هو الملك. وربنا يوصل الكلام لشعبه عن طريق وسيط، لكن مين الملك؟ الملك هو ربنا. فعلشان لما يجي حد بعد كده يقول لك احنا هنحكم بشريعة الله وهو ده الوسيلة لاقتلاع الشر من الارض، اقول له حبيبي ربنا عملها، ما احنا اتفقنا القصة اللي احنا حكيناها ديت، جرب فيها كل ما يخطر على فكر انسان انه ينفذه. شريعة ادينا شريعة، ضمير ادينا ضمير، مملكة اقمنا مملكة، حكم ثيوقراطي، ربنا اللي بيحكم عملناه، أبدنا أشرار عملناه، ما نفعش. فدي نمرة واحد، الحروب بتاعت كنعان فقط، امتلاك كنعان هي اللي كانت بأمر مباشر من الله لدخول الأرض. وزي ما قلنا ربنا عمل الحكاية دي مع الفلسطينيين ومع الأراميين، أخرجهم من قير. فدي نمرة واحد، دي كانت حقبة. لكن الحروب اللي خاضها إسرائيل بعد كده دي مملكة بقى، مملكة ليها جيش بتحارب مملكة تانية ليها جيش، الملك داود بيتصرف من دماغه، مسك الناس وراح فردهم وعد عليهم بالنوارج، ربنا مالوش أعمل كده. ده دي ممالك بقى بتحارب بعضيها، لكن الحكم كان من الله مباشر، كان في فترة دخول كنعان. فأكد ربنا فكرة إنه مش موت الشرير هو علاج الخطيه. المشكله اللي بتقابل البعض في حروب كنعان هو موضوع قتل الاطفال. طبعا اباده شعب بالتبعيه هيبقى فيها اطفال بيقتلوا، طبعا هي مشكله احنا ما نقدرش ننكر يعني ان طفل يتقتل او يعني يتذبح او يعني مشكله ما نقدرش ننكرها. بس عندك حل تاني، عندك حل تاني. ادينا شفنا الشعوب ديت وشرورها، ولازم الله يقتص من هذه الشعوب بموجب القانون الاخلاقي اللي ربنا وضعه، والا يبقى ملوش لازمه القانون، ما تحطش قانون، انت ما تحطش قانون وما تنفذوش، ملوش لازمه. طب عندك حل تاني، ادي ناس شفنا الزنا بتاعهم، شفنا عباده الاصنام بتاعتهم، شفنا الممارسات الغير الطبيعيه اللي بخلاف الطبيعه. طب لازم الله يقتص من دول؟ طب هيقتص من دول ويسيب الاطفال؟ ماما هيموتوا برضه، مين اللي هيعتني بيهم؟ مين اللي هياكلهم؟ دي نمره واحد، فما فيش حل تاني. نمره اتنين، ليه بنتجاهل قانون الوراثه؟ الوراثه انا بقى مش كوراثه عضويه، انا ابويا دخل السجن، انا بورث سمعه، بابا غلط ودخل السجن، بس انا بورث سمعه ماشي تمام، بابا ده اللي ابوه في السجن. طب وانا عملت ايه؟ ما فيش حاجه اسمها عملت ايه، ده قانون، ده قانون الله بيسيس بيه الكون، ما تجيش انت النهارده تقول لي لا. طب الاطفال دول ايه؟ الاطفال دول اصابهم شر ابائهم، ابوك وحش، طب حتى لو احنا سبناك، ما انت هتكبر هتسلك ذات المسلك، ما هي دي الامثله اللي قدامك.
ففي جانب الإنسان بيتحمله كتبعية كزرع وحصاد ما نقدرش ننكر. النمرة اللي بعد كده اللي زعلان قوي على ذبح الأطفال، طب ما أبوهم وأمهم كانوا بيعملوا فيهم إيه؟ بيقدموهم للأصنام. يعني ما أبوهم وأمهم مش زعلان أنت عليه وزعلان إن ربنا قال لهم كده، طب ما هم كانوا ده مصيرهم في الآخر. النمرة اللي بعد كده بقى بدون ما نخوض يعني ما بنقولش إن دول بقى هيروحوا السماء، بس أنت تعرف مصيرهم الأبدي إيه؟ بس خلينا نتفق إن إحنا مش عارفين. احنا واثقين انه دخول الملكوت بالمعموديه بالإيمان. اوكي اوكي ما هي مش مختلفين، بس ربنا رسم لينا طريق للخلاص. هل انا اقول لربنا لا انت لازم تعمل كده؟ ربنا لازم قادر ان يخلص النفس باي شكل. ازاي ربنا ما يتقلوش ازاي؟ عشان كده الاباء تملي لما كانوا يطرحوا اسئله كانوا، وده منهج الاباء، انه اللي عمله ربنا احنا نحاول نفهمه، لكن انا ما اسالش ربنا عمل كده ليه، او انا افترض حلول الله. انا مش عارف، هو حر وربنا مش منصر له مشيره، هو مش مستني هيجي واحد يشاور عليه يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، هو عمل كده هو حر يعمل عايز يعمله، حقه خالق. يجب ان احنا لا نتخطى ديت. ايه مصير الاطفال دي؟ انا ما اعرفش مصير الاطفال دي. ومش ضروري لخلاص نفسي ان انا اعرف مصير الاطفال دول، ما هو ما اعلن هو ما هو لازم خلاص. طب الاطفال دول هيروحوا فين؟ ودي تهمك انت في خلاص نفسك ايه؟ انت خليك فيما يخص ايه؟ يخص خلاصك. لكن صدق في الاخر بقى يعني انت حنين، لا ربنا حن منك يا حبيبي، انت عادل اعدل منك، ايه يعني اي حاجه يعني هو ربنا. ففي الاخر لما هنشوف حكم الله كلنا هنقول له حق وعادله هي احكامك يا ملك. حتى النهارده احنا مش عارفين ومش مطلوب ان نفهم، وما نروحش نقول ربنا انت عملت كده ليه؟ يعني ما فيش ليه ربنا عمل كده؟ لا يعمل يعمله، احنا اللي هو عمله بنحاول احنا ايه؟ نفهم بس. طب ما فهمناهوش يا سيدي، هو ربنا علو الله مهما أوتي الإنسان من معرفة هتظل أمور ما يمشي، ما أعرفش هو ربنا كده أنا مالي. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما أعرف. ومش هنلاقي شائبة حبايبي، مش هنلاقي شائبة إطلاقا. اللي قدر يحل خلاص الجنس البشري بالصورة اللي ما كانتش تخطر على بالنا من جهة تجسد وصلب وموته، يعني هيعجز انه يكون عنده وسيلة تقول لي الاطفال دول ابرياء؟ مش هو عنده حل، انا معرفوش. فدي برضو نقطة يجب ان احنا يعني نعترف بمحدوديتنا. وزي ما قال القديس غريغوريوس قال حاجات كتيرة مش عارفينها عشان يبقى عندنا اشياء ان احنا ايه، ما احنا لو عرفنا كل حاجة، ما الانسان مجبول للمعرفة حبايبي، يعني بس مش معرفة العقلية، معرفة للحياة، معرفة للسلوك، معرفة لاستنارة الكيان. فعايز أعرف تعرف السماء؟ قال لو عرفنا كل حاجة مش عندنا اشتياق لليه؟ اشتياق للسماء. هو بطرس ويعقوب ويوحنا عرفوا منين ان دول موسى وإليه؟ انت شفت موسى قبل كده بطرس الرسول؟ لا شفتوش. طب انت عرفت منين ان ده موسى وان ده إليه؟ لا في حضور المسيح ينير خنوم الحكمة. فهنفهم يعني الحاجات دي وما تطمن ان هتلاقي ربنا تصرف صح، يعني تلاقيش رجية الموضوع ده. تقول لي طيب النهاردة ربنا ما بيعملش كده ليه؟ ما هو في ناس بتتجاهل القانون الأخلاقي. لا ده في ناس يعني المجد لاسم الله بتجدف على اسم ربنا. ربنا اسمه ملك الدهور، فقسم الزمن لحقبات، كل حقبة الله له سياسة يتعامل بيها. انت تفهم ربنا بيعمل ايه، لكن ما تسألوش انت عملت كده ليه. ما خلينا نتفق على المبدأ ده. بس العقل ليه ما بيقولش نعم؟ العقل ليه ما بيقولش انك تفهم ربنا عمل بالضبط؟ بس هو العقلاني الرد الوحيد انت لم توجد ذاتك فبقيت انت تابع،
انت لو اوجدت ذاتك خلاص بفكرك ورأيك، لكن انت ما اوجدت ذاتك. فدام ما اوجدت ذاتك انت تابع، بتروح بقى يمين تروح شمال، هو بقى من تتبعه هو صاحب الفكر والحكم يعني. لكن طبعا بالتأكيد انا عارف انه، بس تملي في المجادلات بتبقى فيه نقطة مهمة يعني، احنا برضو دي كشرقيين بتبقى مش عندنا شوية. انا مش مطلوب ان اقنعك، لكن انا مطلوب يبقى عندي رد للي عندي، انت تقبله ترفضه دي حاجة ايه. احنا اصلا احنا فاهمين المناقشة ان هي حرب لازم واحد يكسب، لا المناقشة مش كده. المناقشة انا بقول لك ايه اللي عندي، لك حرية قبوله او رفضه، وانا ما بفرضوش عليك. فدي برضو نقطة مهمة. ما يقبلهوش ما يقبلهوش، بس هو ده ايماني وهو ده الرد للي عندي. طيب لما باجي بقى النهاردة اقول طب ربنا ما بيعملش كده ليه، قلنا انه كل ده له طابع معين، دي داخلة في سياسات الله، داخلة في تدابير ربنا، في ادارة الله للكون. طيب النهاردة بعد الصليب رسم يوما للمجازات، هو ده التدبير بتاع يوم النعمة اللي احنا فيه دوت. ربنا يسوع لما في لوقا 2 دخل فتح سفر اشعياء، الموضع اللي موجود فيه ختم بايه القرايه، اكرز بسنه الرب المقبوله. لما نفتح اشعياء بقيه الايه ما خلصتش، ويوم انتقام الهنا، لا المسيح واقف عند ايه، اكرز بسنه الرب المقبوله وتوسل. ليه؟ لان احنا النهارده في ايه، سنه الرب المقبوله، والسفر اللي طوي تفتح الأسفار إمتى بقى؟ يوم انتقام إله. فهو ده تدبير ربنا في 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 الفترة اللي احنا فيها دي، سنة النعمة، سنة الرب المقبولة. تقعد قد ايه؟ تقعد زي ما تقعد، لكن في نهايتها في مجازاة. وزي ما قلت لك بقى في الكلمة اللي فاتت، يوم غضب الخروف، قلت لكم محدش شاف خروف غضبان، يعني ربنا عايز يقول انه غضب لم تروا مثله يا بني البشر من قبل. يعني شفنا غضب الطوفان، شفنا غضب سدوم، لا 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 لا، يوم الدينونة دي حاجة ايه ما حصلش زيها. فلذلك أنا الله تنتظر ده من جهة الحروب. النقطة التانية برضه أحب أقول وضحها برضه حتى تبقى بترد على إشكاليات بتثار، هو فهم الوحي في المسيحية. البعض مفهوم الوحي إنه نص وروح، هو ربنا الكلام دوت اللي أنت بتقرأه ده طلع من فم الله، هو ربنا قال اعمل كده اكتب كده. لا احنا الوحي عندنا مش كده، وما تفرضش عليا ما تعتقده من جهة الوحي وتناقشني، لا افهم مفهوم الوحي عندي. كلمة الوحي في العهد القديم ثقل، ثقل كان النبي يشعر انه فيه تقيلة، مللت من الامساك زي ما قال صاحب ايوب، زي ما قال ارمية، فشاعر انه هو تحت يعني وطئة حمل ثقيل فعايز يتكلم. ده مفهوم كلمة الوحي في العهد القديم، المعنى العبري للكلمة. طيب في العهد الجديد كلمة الوحي زي ما قلت لك هي أنفاس الله، كل الكتاب هو موحى به من الله القبطي، كل الكتاب هو أنفاس الله. وحتى نقولها في المعمودية لما نيجي نقول علميه الكتب المقدسة التي هي أنفاس الله. يعني إيه نفس ربنا؟ حاجة طلعت من جوه، نفس. فعايز أقول إن المصدر بتاع الكلام النبع ده ضم الله، ده خارج من الله. بيعمل إيه ربنا؟ يوحي بالفكرة للنبي ويسيب النبي يعبر عن الفكرة دي بثقافته بفكره بألفاظه بالسائد في مجتمعه. بس اللي بيعمله الروح القدس بقى يسوقه، لا الفكرة دي غلط، أنا عايزك تكتب اللفظ نسله، عايزك تكتب الفيرب في المضارع أو
المضارع المستمر في اليوناني. دي كان روح قدس داخل فيها لانه في رساله عايز يوصلها، لكن كان بيسيب النبي يكتب. فدي نمره واحد لما نيجي نبص للكتابات. اللفظ ده ما طلعش من فم الله، ده اللفظ ده طلع من بق النبي، يتفق مع الفكره اللي ربنا اوحاله بيها، عصمه من انه يخطئ. يعني مثلا لما عموس بيلوم يا بقرات باشين مثلا، وبيقول للستات بقر من أغصى. ايه التعبير؟ هو ده التعبير اللي سائد. حسقيا لما اتكلم عن الشهوة، ده التعبير الالفاظ دي اللي بتستخدم في بابل. هو ربنا ما ملهوش اللفظ، لكن ربنا عايز يقول له انه دي خطية وحشة، او دول بيعملوا خطية. فهو يصغها بثقافته بفكره بالسائد في العصر بتاعه. دي نقطة يجب ان احنا ننظر ليها في نظر واحد. نمرة اتنين، الوحي وصف الحال. يعني ربنا ما قالش داود روح اذني، هو داود من نفسه زن، فالوحي قال العمل داود. فالوحي بيذكر الواقع الحدث، مش ان ربنا قال لموسى اقتل المصري. لا، ربنا ما قالش ده، موسى عملها من دماغه. داود لما فرد الناس وعد عليهم بالنوارج، دي عملها من دماغه. ايضا في الوحي نعرف اسلوب الكتابه، في اسلوب شعري، في اسلوب فلسفي، فيجب وانا بفسره انظر لهذا. مش حضره مثلا سفر النشيد مثلا، لما بيقول للعروس شعرك زي شعر المعز، في واحد يقول لحد بيحبه شعرك زي شعر المعيز. ده تشبيه. عايز بقى ياخد السواد، يعني علامة الشباب. اوكي، يبقى يجب ان انا لما انظر للنص اعرف اللغة اللي هو بيكلم بيه. قام الرب مثل النائم، طب هو ربنا بينام يا عم، ده مزامير، ده شعر كالثمر من الخمر، وهكذا يعني. فدول الثلاث نقط اللي احنا لما ننظر لكتابات الكتاب المقدس تبقى في ذهننا تجاه الوحي. احنا كده يعني، انا بس عايز اقول بقى كلمتين عشان ابقى وفيت، يعني مش هطول يا حبايبي، هقول بس عنوين معلش. المفروض ان كان في كلمه تاني باختصار كده عن الايمان الارثوذكسي بسرعه، مش يعني بس هقول عنوين، هقول عنوين عنوين بس عشان انا تعبت وحضرتهم، فيعني سيبوني اقول. مش هطول. طبعا الليتورجيه، كل الصلوات الجماعيه اللي بتمارس في الكنيسه بدءا من الاجبيه للقداس للتسبيحه، كل دي اسمها الليتورجيات. العقيده بتاعتنا موجوده جوه الليتورجيه. انا حدي مثل او مثالين مثلا، يعني هفوت شويه حاجات معلش يا حبايبي. يعني مثلا لما بنقول في التجسد مثلا، القداس البسيلي تجسد وتأنس. تجسد يعني الروح القدس كون جسد في أحشاء العذراء مريم. فلما يجي حد يقول إنه جسد المسيح كان خيالي، لا، ده تجسد، خد جسد حقيقي. لما الجسد يتكون بفعل الروح القدس، يبقى الجسد ده حامل لخطية أو في ميل للخطية، زي ما كنت بقول مثلا الأشرار شو يهوى والأدفانتست. لا، ده الخطية دي حاجة دخيلة على الطبيعة البشرية. ربنا ياخد حاجة من إيد الشيطان؟ لا، ده خد جسد بطبيعة، مثال طبيعة آدم قبل السقوط، تجسد. تأنس يعني خد نفس إنسانية، لأن في بدعة أبوليناريوس قال لك إنه اللاهوت كان عوض النفس. لا، تجسد وتأنس. ما تجسد يعني خد جسد، ما هو الحيوان له جسد، لكن تأنس خد النفس الإيه؟ خد النفس الإنسانية. برضو في التجسد مثلا بنقول في العذراء مريم العذراء كل حين، بنعلن عقيدتنا في دوام بتلية العذراء. والدة الإله استنادا لقول اليصابات أم رب ثيوتوكوس قضية البابا كيريلوس في مجمع أفسس، التي ولدت لنا الله الكلمة الحقيقة. ولدت الله الكلمة، مش ولدت إنسان وبعد كده اتحد اللاهوت بيه زي ما قال نسطور. لا، دي ولدت الله القدوس المولود منك
يدعى ابن الله. برضو لما بنيجي في التجسد مثلا نقول في الاعتراف الاخير ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه طرف عين. ليه؟ لانه نسطور قال ولدت انسان والانسان ده في الاردن حل عليه اللاهوت، وبعد كده فضل اللاهوت والناسوت لغايه الصليب اللاهوت فرقه. لا، عقيدة الكنيسة في القداس لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة طرفة عين. طيب مثلا في القداس الإغريغوري من بركات التجسد أكملت ناموسك عني. الناموس ده وصايا الله ولا يجب أن احنا نكسره. طيب احنا النهاردة ما بننفذش أحكام الناموس. الناموس قال في ختان وقال في حفظ، ما دي وصايا ربنا يمكن تجاهلها. ما هو المسيح بتجسده ايه؟ كامل الناموس، فرفع عننا احكام الناموس. برضو في التجسد لما كل النبوات تتكلم عن المسيح من نسل داوود، لما نيجي نقرا في الكتاب المقدس يقول لك يوسف ابن داوود. طب بس المسيح منتسب ليوسف، لكن هو مش من صلب يوسف. ما يوسف ده خطيب ماما العذراء. التقليد بتاع الكنيسه يقول انه مامه ماما العذراء ومامه سلومي ومامه اليصابات اخوات. مامه ماما العذراء اللي هي حنا اتجوزت يواقيم من سبط يهوذا، لذلك نقول في أسطوكية الحد انت الزهره البخور التي اينعت من اصل يس. فده تاكيد من في الكتاب. ما فيه لو مسكنا الكتاب المقدس كله ما فيش نسب العذراء، ما نعرفوش. البروتستانت حاولوا يهربوا منها، يقول لك ان لوقا بيتكلم عن نسب العذراء. لا، متى بيتكلم على النسب الطبيعي، لوقا بيتكلم عن النسب الشرعي. فما فيش غير التقليد بتاع الكنيسه انه ماما العذراء من اصل يس. مثلا لما ندخل للصليب نقول في القداس البسيلي احب خاصته الذين في العالم، يبقى دفع الصليب ايه يا حبايب؟ دفع الصليب حب، مش ربنا غضبان علينا وعايزين الغضب يترفع، محبه من الله. دافع الصليب احب خاصته الذين في العالم. سلم نفسه للموت. ليه سلم نفسه؟ لانه الطبيعه اللي خدها المسيح ما غلطتش، فبالتالي ما تموتش. لا، قبل الموت في ذاته، قبل الموت بإرادته، سلم نفسه للموت. ليه؟ لان هذا الذي كنا ممسكين به، احنا كان الموت ماسك فينا. ماسك فينا ليه؟ لان في حكم الهي على الطبيعه البشريه بالايه؟ بالموت. فبسبب الموت دوت كنا مباعين، متبعين للموت بسبب خطايانا، لان اجره الخطيه موت. ادي قضيه الفدا. برضو في القداس الغروري للفدا نقول اعطيت اطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم، نزول المسيح للجحيم وخلص الابرار. برضو حتة يعني انه الفدا يعني احد الاقانيم غضب وقانيم بيرضيه. احنا بنصلي في الساعة الستة بنقول ايه؟ بنقول للابن يا من في اليوم السادس مزق سقط، يعني انا بقول للابن مزق سقط ياه. طيب في التحليل بتاع نفس الصلاة بنقول نفس الكلمة للاب، امحو سق خطايانا المكتوب علينا كما مزقته في هذه الساعة المقدسة بصليب. يبقى الابن مزق سق خطايانا والاب مزق، لان كل عمل بيعمله الثالوث بيعمله في ثالوثه. ما ينفعش اقول ان الاب غضبان والابن بيرضي غضب الاب. طب ما كده انا عملت فصل في الثالوث. طيب ده من جهه الفدا. من جهه الصعود مثلا القداس الغرغوري عند صعودك الى السماوات جسديا لكن لاهوتيا هو لا طلع ولا ايه، لانه لم يترك السماء. لما بنقول له اصعدت باقورتي الى السماء، نصلي في الاسم بتاعت يوم السبت النور الموضع الذي لا تدخله ذي طبيعة بشرية. خد طبيعتنا وأصعدها حيث يوجد الله كسابق لي، أصعدت باكورتي إلى السماء. الشفاعة يعني القطعة الثالثة، سيب لكم أنا يعني القطعة الثالثة تملي في الأجباء بدور حرين ومن العذر. وكل طلبة بقى في كل صلاة من الصلوات بنطلب كده طلبة من العذراء تأكيد للشفاعة. أنت يا الكرمة الحقانية في باك أنه لا، أنت يا أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها. ليه؟ هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوب. الثالثة أنت يا الكرمة الحقانية عن عود العنب اللي جعلت ذقرانا
لما راحوا تجسسوا أرض كنعان. نسألك أيتها الممتلئة نعمة، الترجمة القبطي واليوناني والسورياني والحبشي، ممتلئة نعمة، مش أنت المنعم عليها في الطبعة البيروتية، لا ترجمة واللاتيني ممتلئة نعمة، نقولها في الأجبية. مثلا في الساعة 9 عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي على الصليب معلق، الطلبة دي موجودة في كل الكنائس التقليدية بنفس الكلمات في كنيسة روسيا وفي كنيسة اليونان. الساعة 11 لما بنقول عند مفارقة نفسي من جسد احدار عندي، استنادا لإيه؟ استنادا لكلام معلمنا بولس الرسول في كورنثوس انه نحترس مقيمين كنا في الجسد او خارجين عنه، ان نكون مرضين عنده. انا اعرف مقيم في الجسد اكون مرضي عنده، اوكي، لكن خارجين من الجسد، وانا بخرج من الجسد وقت الموت اكون مرضي؟ لان في حروب للروح وهي صعدة. فعشان كده بنطلب امنا العذراء عند مفارقة، تعالي ليه؟ لان ابتلعوا نفسي. فدي تخلينا حبايبي يعني ايه، واحنا بنقول كلمات القداس او احنا بنصلي الأجبية، خلينا نصلي بفهم، يعني خلينا نركز في المعاني بتاع الكلمات، هنجد فيها مجمل الإيمان بتاعنا. إزاي اتنقلت خطيانا إليه؟ أو إيه هي الخطية؟ الخطية مش حاجة مادية هنشيل كده خد شيل، لا، الخطية مش حاجة مادية. الخطية بتتغلغل جوه النفس والكيان والمشاعر والعواطف، وتحرك الغرائز في حاجة متغلغلة جوه الإنسان. لا يمكن أقول إن المسيح حصل معك كده. طب أمال يعني إيه وضع عليه إثم جميعنا؟ أنا الإثم بتاعي زنا، عقوبة الزنا موت. أنا الإثم بتاعي تجديف، عقوبة التجديف موت. ربنا يسوع عمل إيه؟ مات، فحمل خطايا. لانه لو وضع عليه اثم جميعنا، طب والاب حط ما يعني ما يعني مش عايز بقى لخبط في الكلام، يعني الاب حط عليه خطايا اللي قبل الصليب ولا اللي بعد الصليب، ما تقدم وما تاخر؟ لا، فالخطيه اللي حملها المسيح حمل عقوبه الخطيه ايا كانت بقى. انا نازل الجحيم بسبب اي حاجه، هو ميت من اجلي، قام اقامني معاه مهما كانت الايه الخطيه بتاعتي.